أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة من ليالي شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لبلوغ رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة خيرق الموضوع له علاقة ماسة جدا بصحة الإنسان. طبعا هذه الصحة التي يتوجب علينا أن نحافظ عليها باش تعتبرنا عبادة صحيحة. إذن ديننا دين الإسلام يدعو لأن نكون أصحاء حتى نقوم بالشعائر التي يعمرنا بها الله سبحانه وتعالى على أحسن وعلى أكمل وجه. موضوعنا في هذه الليلة ارتفاع الكوليسترول، العواقب والوقاية. طبعا واللي خصنا نزوا إلى العلاج، نتطرق إلى العلاج بشيء كبير جدا، إنما نمر عليه مرورا. أنا غنركز غفص هي العواقب التي يمكن أن تحدث بالتغذية الجن أو بنادم إلى أن يصل إلى هذا الارتفاع في الكوليسترول، بتى هذه التأثيرات التي يمكن أن تحدث على جسمه، وفي الأخير طبعا نركز على جانب الوقاية إلا أن هو الأساس في هذا الموضوع. قبل أن ندخل في الموضوع طبعا أسرد نقاط التي يمكن أن معناها أن تنتبع خلال هذا الموضوع بحول الله. أولا، ما هو الكوليسترول؟ زمن مش أن السن بتى الكوليسترول، أن السن ما هي مصادره؟ ماني غنديس ماني غنديود للأجسامنا هذا الكوليسترول؟ بت الدور في جسم الإنسان. طبعا الكوليسترول ليس فقط مضر، هناك كوليسترول ما نافع، بت الفائدة هذا الكوليسترول النافع. لماذا يعتبر الكوليسترول خطير؟ هم أنني نحد الله نغرس ارتفاع في نسبة الكوليسترول إلا في حالة خطر، إلا في منطقة حمراء كما يعبر. الأسباب بتغذي الكوليسترول يرتفع، الأعراض بتغذي حس بنادم سغى ترتفع هذه المادة في جسمه، وتشخيص ارتفاع الكوليسترول بتغنج للسن باللي نسبة هذا الكوليسترول مرتفعة في الدم نوع منخفضة باش إلى النرنين غنص منقص، والمضاعفات بتغنج الصوت في الأخير في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. طبعا أركز ماشي نيق في الأخير على الوقاية، بتغنج للسن ونتعود إلى أن ترتفع نسب هذا الكوليسترول في دمائنا. بداية، ما هو الكوليسترول؟ أنسن ماشي كل الناس يعرفون بأن الكوليسترول هي مادة دهنية ديدم، وأسن الكوليسترول يتصور إليه تدونت. طبعا مصادره هو المشكل ليست في الدسم فقط، خطير تدونت وبرك ديس مصادر أخرى لوصول هذا ارتفاع هذا الكوليسترول في دم الإنسان. هي مادة زيتية وشمعية حقيقة، بدقن المعون ديس نسبة الدم يغلب جيت في الرجلات سفغتيد التفت كأنه طبقات من الشمع، طبقات من الدهن. إذا تكمن مكمن الخطورة في هذا الكوليسترول هي هذه الترسبات على مستوى أجسامنا. يقول حد لأن يتتلي دم لكنه يستهلكه ويخدم يحرقه، لأن الكوليسترول مادة دسمة. نسن باللي مصادر الطاقة في جسم الإنسان، المصادر الغذائية في جسم الإنسان خمسة: غنى السكريات، البروتينات، الدهون. الدهون لا نستعملها إلا عند الحاجة، من المي صادي عاد غنى نسبة السكر توطى، صادي عاد نسبة السكر توطى بنادم يأخذ السكر، ما يأخذ مصدر الطاقة من هذه الدهون. إذا المشكل أننا لا نستعمل هذه الدهون خلال تناولها، هو غدش أنشلي دامت نستعمل بنادم ليس سجوم، جسم الإنسان ليس سجوم حتى تنفذ السكريات، صادق دان السكريات تدب بها هذه الدهون فينفقوا منها. مشكلة أننا في رفاهية، أننا في حضارة والحمد لله، لكن معناه توفر هذه المواد يجعل من هذه الدهون فقط عبارة عن مكدسات، وهنا مكمن الخطر المشكلة ثانية. لكنها لا تذوب في الماء، وكلا الكوليسترول الدوبة إذا من زيت الخلط مع ومن كان السن. الدم عبارة عن ماء،
صادعه دون خلطن، اذا صادعه الدس سوف تكون هناك ترسبات الى ادرسن او الكوليسترول، هذه الماده الترس على مستوى الاوعيه الدمويه، بت ترسب هنا يمكن ان تؤدي الى مشاكل. غرنا مصدران من الكوليسترول، المصدر الاول الغذاء النش، طبعا مصادر غذاء مختلفه، اللحوم، الكبد، الاحشاء لزابا خاصه في شوردسين يسنتج غلوبة الكوليسترول، كل هذه المصادر هي غنية جدا بالكوليسترول، إذا صارت تنتج بنادم إذا يحتاط أنه يحذر إلى أن تكون أن استهلاكه لهذه المواد بكميات بقدر معين جدا. المخ، الطيور، الحليب مشتقاته يشكل 20% من مجموع الكوليسترول، إذا الغذاء يستهلك أنه يشكل مصادر الكوليسترول في جسم الإنسان 20%، الخمس. البقية عبارة عن مصدر آخر هي الكبد، الكبد مصدر أنتساء، المصدر الأساسي الآخر للكوليسترول في الجسم الذي يشكل حوالي 4-5-80%. داني الكبد عبارة عن مصنع في جسم الإنسان، من ماشين السن يستقلب أي مادة تأكلها أيها الإنسان هي غير قابلة للاتصاص، ويمكن التوضي دم أنه يتوض إلى أي خلية، خلية المخية، خلية العين، خلية الكلية، أي خلية في جسم الإنسان باش كتستهلك يجب أن تمر هذه المادة عبر الكبد إلى التفتة يشكلها جزيئات حسب قابلية استعمال هذا الجهاز. كوليسترول غضب إلى المخ ليس مثل كوليسترول غضب إلى العضلات، وهكذا يعني أي جهاز أي خلية لها مستهلكاتها الخاصة بها. في هذا الرسم التمثيلي نخزر ماشي ينطروا الغذاء المصدر الأساسي للكوليسترول، عفوا المصدر غير أساسي للكوليسترول 1/4، بعض المصادر 1/5، بما فيها اللحوم، بما فيها الزيوت، بما فيها أي مصدر طاقة يمكن أن تكون فيه مواد دهنية مواد دسمة دسليدا بصورة كبيرة جدا. جزء من هذا الغذاء، أن هذا الكوليسترول يمر إلى الكبد لكن عبارة عن كوليسترول رديء، معناه رديء ضار وينفع الجسم، بينما يترسب على مستوى الشرايين على مستوى الأوعية الدموية الموجودة في جسم الإنسان. إذا رأنا يتعدس الكوليسترول أد معناه بمرور الوقت، طبعا هذه الترسبات سوف لن تكون من يوم إلى آخر، إن من شهر إلى آخر، إن من عام إلى آخر، المشكل في هذه الترسبات تأخذ وقت كبير جدا، ولتبين بنادم يلتز عليك بعد الأربعين أدي تقول دفر بنادم إذا ترى الكاسيت الدفر أدي بدأ يتف حقيقة شد غضب الزن توقف تغني الدسن وتوقف تبعه غادي يبدأ الرجيم من سنة الأربعين أدي غالبا ما يكون الوقت قد فات. إذن هنا يجب أن يكون نمط غذائي صحي منذ معناه فترة الشباب، إن معناه إن ذلك فذلك أحسن. الكبد ديس مانيلا سودالي كنتخزر سودالي عبارة عن كوليسترول نافع يستهلكه الجسم لبعض لقيام ببعض الوظائف، يسحق الكوليسترول في جسم الإنسان باش كان نخدم بعض الشغل في جسم الإنسان مرة اثنين. غرنا نوعين من الكوليسترول، غرنا قلنا نوع يسمى بالكوليسترول الجيد عالي الكثافة التالي وليريس، أي شيء عالي الكثافة يطفو، الخشب مثلا بالتنسرسين اللوحة تنسرسمان هذا الخشب عالي الكثافة إلى التالي وليريس، هذا كوليسترول جيد في جسم الإنسان، يتسرس نفس الشيء اللي دمه يتعادى الجولي دمن، صادي عاد الجولي دمن شيء نيادي يعود للكبد، صادي يعود الكبد يستقلب، بعدما يستقلب معناه يحول يرجع إلى الإطراح، شيء نيم أشين نغداني من الأخضر في هذه الصورة، بعد الكبد بالسهم الأخضر إلى الإطراح، صادي تطرح شيء نيم قد تخلص منه الجسم سوف لن يكون مضرا بصحتنا. الكوليسترول الثاني يسمى هذا بالأشديال High Density Lipoprotein، الأشديال اختصارا. النوع الثاني من الكوليسترول يسمى بالألديال، هذا منخفض الكثافة يتوطى يرس أمان يرس الدي ومن نفسه يرس الدين دما، معناه يرس على مستوى معناه الغشاء الداخلي لكل وعاء دموي. بت الدور الكوليسترول في جسمنا نغنطورو نوعان من الكوليسترول نافع وضار، طبعا النافع يستعمله الجسم في بناء أغشية الخلايا، أي خلية تحتوي على غشاء هذا الغشاء يمكن أن يتكون من مادة بروتينية دهنية ليبو بروتين، ديس نوعين من التركيبة
التركيب ديس من الدهن جزء من الدهن بسيس لدم بسيس لبروتين يستعمل لهذا الغشاء للخلية. إنتاج الهرمونات مثل الأستروجين والبروجستيرون نسن في جسمنا هرمونات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، يستعملها الجسم حسب الخاصية لكل هرمون. المصدر الأساسي لصناعة هذه الدهون الكوليسترول، طبعا الكوليسترول النافع. عملية هضم الدهون في الأمعاء عن طريق العصارة الصفراوية التي تفرزها الكبد، إذن حسا غادي يشري دم يغلب تحس بالتخمة، هاني خطر جسمنا لا يستطيع أن يفكك ويتنجم ولا يهضم هذا الطبق الكثيف جدا من الكوليسترول الغني جدا من الدهون بصورة سريعة جدا. يتبي الوقت ثمني تحس بنادم بلي عديس الزهن تحس إيمانس بلي إزا. إنتاج بعض أنواع الفيتامينات ومنها الفيتامين د، نسمي بلي الفيتامينات نوعان، فيتامين ذائب في الماء الدوباما الفيتامين أ باركزون مثلا، الفيتامين د تذوب في الدسم نستخدم لدي طروة بكورتنين تشي تيبورخس تنظم تنفقع الزيت. هذا البروتين هذا الفيتامين معناه يساهم الكوليسترول بشكل كبير جدا في صناعته في جسم الإنسان. أنواع البروتين الدهني أنا أنطرني ثلاث أنواع، ليس نوعان مشهوران، نوع ثالث وهو معروف يغلب لكن نذكره للأمانة العلمية. الأول هو الألديال، بروتين دهني منخفض الكثافة مش إنه أنطره، وهو معناه إلا يتوطى، وهو الذي يتسبب في ترسب على مستوى الجدار الشرايين. هامي يترسب خاطر ديس 25% عبارة عن بروتين و 45% عبارة عن كوليسترول. نغلبه بروتين، جزئية من البروتين ديس البروتينات، والجزئية الآخر هي عبارة عن دهون 45% وجاب نسبة أكبر من الدهون ونسبة أقل من البروتينات. وكان نبي الأجديال أنه في العكس، الأجديال يحتوي على نسب عالية من البروتين حوالي 50% السنسرع عبارة عن دهن، ونسبة ضئيلة جدا 20% من الكوليسترول. ثم نتعدى إجن نافع إجن ضار إجن يترسب إجن لا يترسب. لماذا يعتبر ارتفاع الكوليسترول خطير؟ خسرت معايا حبيبات الكوليسترول على المستوى الأوعية الدموية في الرسم المقابل، غيرنا في البداية لا يشعر بها الإنسان غير تفتيت وبركع، بمرور الوقت هذا التراكم لهذه الحبيبات من الكوليسترول تشير إلى لمعة الأنبوب تضيق التمنقص بالسي، بمرور سنوات تكون تخثرات وتصلب الشرايين، بتى وصل إلى هذه معناها المرحلة، بتى بنادم يوض إلى نسب عالية من الكوليسترول ترسبت على مستوى الوعاء الدموي، يبدأ في ظهور بعض الأمراض، أمراض القلب، بعض أنواع السرطانات، حتى السرطان له علاقة، أن الكوليسترول له علاقة مباشرة بظهور بعض السرطانات في الآونة الأخيرة. تحدث هذه الأمراض نتيجة تراكم الدهون على جدار الشرايين وتسبب ضيقا أو انسدادا فيها. شيء بتضمن قزم القطر، شيء الخطورة تكون نوعا ما ليست بالصورة الكبيرة، دني ضغط الدم سوف يرتفع، ما نحزن بعد ارتفاع نسبة الكوليسترول يقابله مباشرة إلى تقابل ارتفاع في قيمة الضغط الدموي دي على غرس هذا الإنسان غرس لاتونسيون. يعتبر تصلب الشرايين من الأمراض الصامتة وغير المؤلمة، لكنها لا تسبب ضعف في كمية تدفق الدم، ماشي نطور وزيد في بنادم الكوليسترول التالي دم أن يدخل في المضاعفات، خطر في حد ذاته ارتفاع نسبة الكوليسترول خطر للمرض، لكن يترتب عنه ينتج عنه أمراض خطيرة جدا، منها مشينا أمراض القلب، السكتة القلبية، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم إلى آخره. نخزر فيما بعد، نخزر وعاء دموي سليم في أقصى اليسار في ديسس شيني إرس اللي بلاك سيدي بلاك ده تيروز القرسنت التيروز كليروز دي بلاك رسمت زنوش بعضهم أبدأ بسي 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 ويتفق من هذا من هذا القطر ينقص بصورة كبيرة جدا. داني أن خزر مراحل تراكم الدهون بجدران الشرايين الدموية، خزرت في الصورة الأولى شريان سليم، اللمعة أن لا لوميير الوعاء الدموي سليمة، إذا من أدجرن بصورة عادية وهي حالة الولادة إلا بنادم صغير جدا يتعادى بهذه الصورة. بمرور الوقت ترسبات بطيئة جدا، في بنادم بدأ يتولى إلى الأطعمة التي يمكن أن يتناول التي تتلم عشر يتولى ونيد ليدام ونيد تزدل يغلب ونيد ما نخزل هذه الأطعمة التي يمكن أن ترفع من نسبة الكوليسترول يتولى، شأن هذه النسبة يمكن أن تكون ضئيلة جدا، هذا يمكن أن يزول عنه الخطر.
بمرور الوقت تراكمات الدهنية المتواصلة تسبب ضيق التجويف في الشرياني، شيء يدمن أذهان وتجورني زوران بالصورة التي يجب أن تكون بالصورة الصحية. في المرحلة الرابعة، المرحلة الأخيرة، تكون جلطة دموية تسبب تجويف الشرياني أو وجود خطورة أكيدة. شيء الدم هو الحياة، كاع كان صنموني أي جهاز في جسم الإنسان وسوى الدم من دمته. كل عضو في جسم الإنسان يتغذى ويتعشى ويتنفس ويطرح بالدم. شين الأكسجين يطول يدمن. ثاني أكسيد الكربون يطرحه بالدم. السكر يصل بالدم. الحمض البولان غليورين أي معناه حمض يمكن أن يطرح إلى يرجع إلى الجهاز الإطراح بالدم. إذا يمكنه يدمن إلى 2 صواد المعاش 2 صفن. ولمكن لا يعيش هذا الإنسان. تصوروا أي جهاز في جسم الإنسان اللي هو ستوضع دمه بتغديج طبعا أدمت وسوف معناه يكون هذا الجزء لا يتنفس لا يتغذى، هذا يمكن أن يكون حالة خطيرة جدا. إذن انسداد كلي لوعاء دموي دانية تسمى السكتة القلبية السكتة الدماغية حسب إمكانية معناه وجود هذا الانسداد على ذلك الجهاز. توني غرنا صورة حقيقية تبين مدى ترسب الكوليسترول على مستوى الشرايين. شيء نيت خزرم القطر الوعاء الدموي ضيق جدا، ترسبات التمليو عبارة عن الكوليسترول تجو إلى هذا الوعاء الدموي يضيق بصورة كبيرة جدا. المشكلة أننا المشكلة تزعلك تندبتا إلا وتنجم أن نتخلص من هذه النسب من الكوليسترول بصورة سريعة جدا. أنتم المشكلة إلا في حالة واحدة جدا، إجراء عملية جراحية أدنبي آلة، خاصة إذا كانت هذه المشكل مشكل خطير معنا هذا الوعاء الدموي يسد جهاز حيوي القلب مثلا أو عين الشرايين الترشية بتا أو الكوليسترول يحبس الكونوزورول، ثاني حالة تستدعي العلاج الجراحي المستعجل. هذا الزور مباشرة للمستشفى الدبين آلة شغل السلك دبزة تصير من وعاء دموي من أسفل إلى القلب طبعا بأشعة هذه يمكن أن تتسنى الكوليسترول بسيبسي حتى وتشيل تتسنغ وكل تتسنغرس كمية صغيرة جدا لتشيل دم من هذه الجرم إلى تلك المنطقة في الدم حتى لا تموت منطقة معينة من الدم. المشكلة العملية ليست مضمونة في غالب الأحيان. إذن ماشي إلا الترسب لا يمكن أن يكون بين يوم وليلة حتى إذا نفكر حتى إلى أوتوسس أو أن التخلص من هذا الكوليسترول يأخذ أعوام وأعوام كبيرة جدا. الأسباب بتجن إلى هذا الكوليسترول يرتفع في الدم. أول سبب هو التاريخ العائلي، معناه في العائلة إصابات لارتفاعات في نسبة الكوليسترول. داني أغرزواق القوس كثير من الناس شين غريبة كنا كنا الجدة غرس مرض ينتقل وراثيا استسلم قال السكر قال لنا السكر ينتقل وراثيا يصاب بالسكر. لا تنسيون كيف ارتفاع نسبة الكوليسترول كيف صحيح هناك بعض الأمراض تنتقل وراثيا، لكن أيها الإنسان واستجاء إلى الحافز إلى تكون هذه الإصابات ولو كانت وراثية تؤثر فيك أيها الإنسان. أصبت بداء سكري وراثيا بس حبت استسلمت هذا السكر سوف يدخل إلى المضاعفات. إذا الإصابة في حد ذاتها غير معناها غير خطيرة، بتجن أين تكمن الخطورة صارعة. هذا الإنسان أولا لا يتقبل المرض، ثانيا قال وراثي خلاص أجوت النح ولا يعالجنا قال قدر الله ما شاء فعل خلاص. لا، ولو كانت إصابة وراثية غش باغتات تجايها الإنسان حتى تحد من هذه الإصابة من ناحية المضاعفات ومن ناحية وصول أمراض أخرى. حتى الشراء تكرر شراء ارتفاع نسبة الكوليسترول تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الجلطة الدموية، الجلطة الدموية تؤدي إلى السكتة الدماغية إلى آخره. إذا الشراء يقن شراء بالتسييب لما تجايها الإنسان سوف تصل إلى مشاكل كبيرة جدا. النمط الغذائي، إذا نمطنا الغذائي نمط غذائي غير صحيح واللي نتحسب بما أنه بتغنش منش غنش منت الوقت غنش ملكنا معناه في سائر الأيام. إذا أيها الإنسان لا يجب أن تأكل ما تشيت ولا يجب أن تأكل ما معناه أن يتخسد وتتد أن يتخسد وتتد من يتخسد. إذا نوع الطعام الذي يمكن أن تتناوله أي الإنسان يجب أن يتعلق بمقدور المجهود الذي تبذل بالتأكيد خدمت حقيقة
تبذل جهد هذا ممكن أن تنجمش لي والدتي زعما تشد بقدر الطاقة التي تبذلها بالتكليد معناه لا تعمل تليد في عطلة تليد في راحة هنا يجب عليك أن تنقص من كمية الطعام التي يمكن أن تتناولها التدخين إذن هذا الدخان هذه الآفة الخطيرة جدا معناه بدراسات أيقنوا بأن التدخين بتتجاء النيكوتين يدمر جزيئات الداخلية للشريان فإني كنت نبي الصورة صورته الشاش أي وعاء دموي اتعادى درساس معناه مرور الدم تدفق الدم يكون بصورة سهلة جدا بتا تبدي تدخن أيها الشاب تدخن أيها الإنسان هذا النيكوتين يخرب هذه إن صح التعبير الغشاء الأملس بتعدد سهولة في الترسب شاني حتى الكوليسترول يتجر بالصورة العادية لعادة التحل أين يعني يكمن بعض التخربات على مستوى الوعاء الدموي بسبب التدخين إذا قلنا نمط غذائي غير صحي ينتج عنه زيادة في الوزن غش أنسير بو أيها الإنسان يجب أن تكون عندنا تقف في الميزان أيها الناس أشغرنا قلنا حد لا يتتمني وبركان لا يجب أن يكون هذا عاد غرنا نتحاسب بمنا قال يور نيضان شهرين تشهر نشيرنا الميزان نشير موكز الميزان خاصة معناها بمرور الوقت طبعا هذه الأشياء هذه الأمراض لا تظهر للشباب صمني معناها نسيبها سمشي القرر لا نلقي لها بالا من ما غتبدا الظهر بعد سن الأربعين بلادوي تحس باللي حقيقة يتغي يفرط في تناول الطعام نغر زيادة في الوزن لم يقم بالرياضة معناه بعض الأعمال التي يمكن أن تكون سببا في ظهور هذه الأمراض الإصابة بالسكري وكذلك السمنة إذن كل هذه أسباب طبعا لا يمكن أن نذكرها كلها ذكرنا الأهم التاريخ العائلي النمط الغذائي التدخين زيادة الوزن الإصابة بالسكري وكذلك السمنة أعراض الكوليسترول أعراض ارتفاع الكوليسترول للأسف لا توجد أعراض محددة لهذا المرض وتنجم الحساب لنسبة الكوليسترول مرتفعة في الدم هكذا إذا ما هو القياس الأول والأخير في معرفة هذا الارتفاع طبعا هي التحاليل المخبرية قد يستمر تراكم الكوليسترول ببطء في الشرايين خلال سنوات دون حدوث أعراض تنبه المصاب بهذا المرض ولا يتم اكتشافه إلا بعد الإصابة بإحدى المضاعفات سنت في أدية في البلاد لكمفليكاسيون المضاعفات التي تنتج عن هذا الارتفاع الدول دفر وقل أزواط الجوغ معير ماذا الجوغ التحليل الأعاد لغير نسبة مرتفعة من الكوليسترول لذلك فإن الطريقة الوحيدة لاكتشاف هذه الحالة هي القيام بتحليل الدم إزاناليز تشخيص ارتفاع الكوليسترول في الدم أفضل الطرق لاكتشاف ارتفاع الكوليسترول في الدم هو القيام بعمل اختبار للدم لقياس نسبة الكوليسترول طبعا يمكن أن يكون هذا القياس عفويا هذا جواب نادم بقل أي مخبر أريد أن أجري تحليل للكوليسترول لنسبة السكر لنسبة البول وحمض البول لنسبة أي معناه تحليل يمكن أن يقوم به هذا الإنسان نقد يكون بإعاز من الطبيب زول الطبيب قال لي بخصة جن جنت جنوع ير معناه نصحتك وخذرة بتلل غيري نتكون ترونا الزيت ونوبيلات نتكون ترونا صاديات في الصيف مروس نوت الدور اللي كليماتي زور تدات نخزر بتاس مخصن صارت أو تجرس نخزر الشوفاش بتاس مخصن إلى خن شاف الدور اللي شغله كسيانة جسمنا نهمله وستش من حين إلى آخر أيها الإنسان عليك أن تقوم ببعض التحاليل التي يمكن أن تكون سببا في اكتشاف أي مشكل قبل أن يقع قبل ما تصل إلى مكمن خطورة أن يمكن أن تفقد السيس شاني غش حلول غش وقاية من بعد أن تنظر غش وقاية لعدم الوصول مثل هذه معنى هذه المضاعفات إذن يمكن أن نأخذ نسبة الكوليسترول الكامل الكوليسترول توتال بعد أن نخزن القيم شاني سأتبه نسبة الكوليسترول الكلي لا يجب أن تتجاوز 2.5 غرام في اللتر 2.5 غرام لتر بتا وسيو 2 غرام 2.5 غرام في اللتر شني والزدغول اللي يضحى في الخطوره بصح بتا تجاوز 2 غرام فاصل 5 داني يزمي وجري تحليل اخر عند الاش ديال ال ديال باش كتسنى هل هذه النسبه الكليه في الكوليسترول تولي بسبب الكوليسترول الضار زعما فرينير نقتولي بسبب الكوليسترول النافع إذن أستمر في النمط الغذائي نستمر في النمط الحياة الذي
أجره. يجب القيام باختبار لمستوى الكوليسترول في سن الأربعين، خلال سن الأربعين كل ثلاثة إلى خمسة أعوام، كل ثلاث سنين إلى خمس سنوات، لين خمس سنوات كأقل تقدير، بنحيد أن تجاوز الأربعين من الأحسن إلى يقوم بتحليل لهذه النسب في الدم. إلى طبعا هذه النتائج يجب أن تبقى عنده، أتنتج غرس سأستحفظ سيسن بعد إجراء آخر يراقب. أدي قارن أدي خزر قلت زوج جرام واربعين يمر لك زوج جرام وثمانين، إذن هذه ليست حالة صحية، تغزوج جرام واربعين لك زوج جرام وعشرة دوني دني حالة صحية أستمر فيها. القيم الطبيعية والمرتفعة للدهون في الجسم، طبعا القيمة الطبيعية الخضراء، الحد الفاصل عند لورانج، والخطورة هي المنطقة الحمراء، بتا نسبة السكر أنسيول غل في الكوليسترول الكلي، نسبة الدهن هي أقل من 2.5 غرام ودون 2 غرام، دونك تليت في حالة طبيعية. استمر في النمط الغذائي، أدينا نمط الحياة، خاطر نمط الحياة يدخل فيها الغذاء، يدخل فيها الحمية، يدخل فيها الرياضة، يدخل فيها معناه أشياء كثيرة جدا يشتهيها الإنسان، معناه تبقى في نسب من الكوليسترول ثابتة لا تجعلك تصل إلى مكمن إلى الخطورة. الحد الفاصل من 2 إلى 2.4 بتا تبديد نسبتك من الكوليسترول جار زوج ربعات اللي تليد في مشان قارت اللي تليميت تليد في الحد الفاصل وليشم وليلزم تجاوز هذه النسبة. بتا نسبتك من الكوليسترول أكبر من 2.4 إلى تجاوز 2.5 السبب اللي تلقيت في المنطقة الحمراء، عليك أن معناه تراقب نفسك، عليك أن تستشير طبيب أو تستشير أخصائي إلى يرشدك إلى الحل المناسب لعدم الوصول إلى إمكانية معناه ارتفاع أكبر لهذه النسب. نفس الشيء، هل مستوى الكوليسترول الذي مرتفع؟ الشني المثالي هو 100 معناه 1.60 غرام ما أقل، المقبول جار 1.50 1.99 قريب من الارتفاع، ماشي ننطور من 2 إلى فاصل إلى 2.4، المنطقة الحمراء أكبر من 2.4 غرام في الليتر. ستبدأ هذه القياسات من المختبر أتنقرنا مع هذا الجدول السلامة لكم أي كيرسير. السلامة هي الطريقة المعاملة التي يمكن أن أعمل به بها نفسي في المستقبل. عوامل الخطورة بتتجه إلى هذا الكوليسترول، هذا الارتفاع في نسبة الكوليسترول يتعدى خطيرا عندك أيها الإنسان. هناك طرق واختيارات لنظام الحياة اليومي قد تؤدي إلى زيادة فرصة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. أول شيء قلة النشاط، النشاط الحركي يخفض من مستوى الكوليسترول ضار ويرفع من مستوى الكوليسترول النافع. إذا يمكن حد بصح يتحرش، فإن هذه النسبة تعمل على انخفاض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول النافع. إذا أخدم أن هذه الحركة هي شيء جيد للإنسان. البدانة أن السمنة زيادة الوزن بشكل كبير يزيد من نسبة ثلاثي الجليسيريد ومن نسبة البروتينات منخفضة الكثافة الألديال وخفض نسبة الأشديال. إذا ثلاثي الجليسيريدات هي نوع من الدهون ليس علاقة من الكوليسترول، لحسن حظنا ثلاثي الجليسيريد لا يترسب ولتوطي يتعدى التالي دمن أشين يقدر حتى لك تحصي دمن وكسام. يعني إذا من الزان تجي من نسبة ثلاثي الجليسيريد، طبعا دائما مصدرها السكريات المتعلقة الممزوجة بالدهون، الباتيسري مثلا حبة الباتيسري ديس نسبة كبيرة جدا من السكر كما فيها نسبة عالية جدا من الدهون، ديس كلوستين لامارغارين نشرة يشغلوا تجي لنسبة ثلاثي الدهون ثلاثي الجليسيريد ترتفع. إذا دائما مع عوامل الخطورة ماشي ننطرو أضعوا النظام الغذائي، الإفراط في تناول يحد الآن ولتحس بمانس يتت هذه الدهون بصورة كبيرة جدا، خاصة الدهون ذات المصدر الحيواني معناه لدم تدون مهما كان ما هذا المصدر بالنسبة للحيوان من اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء حتى الأسماك الغنية جدا بهذه الدهون عالية الكثافة. العوامل المحفزة التي تزيد من فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، نطور ذكر التدخين، إذا يزيد من نسبة السكر، يزيد من نسبة معناه نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 15%. ضغط الدم المرتفع، يقوم ضغط الدم المرتفع بتدمير شرايين
جدار الشرايين، بالتالي يكون الجسم أكثر عرضة لتراكم الكتل الدهنية على جدار الشرايين. الضغط الدموي في جسم الإنسان بتد الضغط، بتد لاتنسيون. التنسيون عند قوة دفع القلب للدم إلى كافة أنحاء الجسم. شان لا بومب عند مضخة، هذه المضخة هي القلب. بتى إلى الإنسان يدفع عن هذا القلب ويدفع إلى يدزي دم إلى كافة أنحاء الجسم بصورة طبيعية. نف الضغط عنده بصورة معناه غير مرتفع، بصورة طبيعية. من ميل اتجه الضغط الدموي يرتفع، سالي عديس مشكل. كمثال الاسترس، يمكن حد لن يعيش دائما في وسط مضطرب نفسيا، شان يولس عادي تدي يغلب، يدي يول يغلب، يتجه الى هذا الضغط لهذا الدم بصوره كبيره جدا، شان بتديس دفع بقوه بصوره كبيره جدا لهذا القلب بهذا الدم، شان يزور جاج هذه الطبقه الملساينسي والغصن الثوري. كيف تبدا توتس؟ سادي عاد توتس، سادي عاد ترسبات تراكمات للكوليسترول بصوره كبيره جدا. نفس الشيء شاني مع نسبة الكوليسترول المرتفعة، الوعاء الدموي يضيق، هذا منقص. أدنبي قمت تيوات نادر أساس منقص تيوة ما أساس منقص القطر أتنادر أساس منقص من هذه اللمعة من هذا الأنبوبة هذا الجن أمانة عدد الشاتنة البعيد. نفس الشيء معناه هناك قوة، كلما نقص القطر كلما زادت قوة الضخ، قوة التدفق، قوة الدفع. إذن لاتونسيون مالس تؤدي إلى زيادة احتمال ترسب هذه المواد من الكوليسترول. النوع الثاني من السكر، يظهر هذا النوع غالبا بعد سن الأربعين، مشينا تزداد هذه الحالة بتجمع تزايد نسبة السكر في الدم. إذا من عوامل الخطورة كذلك لزيادة أو وجود داء سكري، وجود تاريخ عائلي لحدوث تصلب الشرايين، العامل الوراثي مشينا انطرو لا يجب أن نستسلم، ولو كانت عندي وراثيا أي عامل من عوامل الخطورة يجب أراعي نفسي و أراقب نفسي من حين إلى آخر. المضاعفات، شان يمكن حد لن تنتج عنده المضاعفات، معناه وصل إلى المنطقة الحمراء، يود لن لازون روج باش ينقر، هامي خطر ويراقب من سيقبل نغوليجي، لم يأخذ الاحتياطات اللازم أخذها من قبل إلى يصل إلى هذه المضاعفات. خذت معايا هنا تصلب شرياني بند أزور سول زعل كنز تخطر هذا الدم. المشكل ليس نزور خطي نزور إلا عادي، هو شريان تاجي، شريان تاجي ماشي قرديما، عبارة عن شرايين تغذي شيء يقول يتصور دم إلى كافة أنحاء الجسم. هذه الشرايين تشس إذا من يونول سما أول ولي تبي دم من سيمانس يتبيت عن طريق شرايين خاصة بهذا القلب. المشكلة تبتها سعادي عادي نسد هذا الشريان، وهي شرايين ضعيفة جدا، ذات قطر ضعيف جدا، معناه يمكن إلا احتمال وجود انسداد فيها بصورة كبيرة جدا. هذا الإنسان اللي يصاب بالسكتة القلبية، هذه حس إدمان صغيرا، هذه حس التنفس يمكن أن ينقطع، حس إدمان يتغمى، بعد ذلك لا قدر الله يصل إلى حالة خطيرة جدا. غيرنا مضاعفات ارتفاع الكوليسترول في الدم نتيجة تراكم هذه الدهون كثيرة جدا، ماشي اللي انطورو الذبحة الصدرية عند لونجين دو بواترين، جلطة القلب، هذه يمكن إلا بمرور الوقت هذه الترسبات معناه شان يترسب الكوليسترول يترسب في أو في يوم من الأيام انقطع هذا الترسب، معناه أون كوليسترول إلا للتغيرس يتوتس من اللي يرسو بتغديج، هذه ميغرا يمشي في الشرايين نفي الأوعية الدموية، بتى إلى جور جنزوران إلا أكبر قطرة مما كان فيه، شني أدي جور هذا الإنسان واللي تحسي ولادي جنحد ولادي جنشرة، بس حبتى هذه الجلطة الدموية تعود إلى مثال إلى وعاء دموي على مستوى العين على مستوى الكلية. نستنبل للأوعية الدموية الموجودة على مستوى العين على مستوى الكلية هي أوعية دقيقة ومشهرية، بتراسي جون الكوليسترول يسده هذا الإنسان، لا قدر الله يمكن يصاب بقصور كلوي، يمكن أن يصاب بنقص في النظر، يمكن أن يصاب حتى بالعمى. هامي خطر ديس جلطة دموية انقرس الميغراسيون معناه تيجور في غير الموضع الذي كانت فيه. جلطة الدماغ نفس الشيء وارتفاع ضغط الدم. إذا لاحظوا مضاعفات خطيرة جدا، وغالبا ما تكون هذه المضاعفات هي مضاعفات استعجالية، نأتي في الوقت إلا أن نعالج هذا الإنسان بالصورة التي يمكن أن نعالجها في غير الاستعجال.
صلب الموضوع الوقاية من الإصابة بارتفاع الكوليسترول. بتعند جلنا السعودي منا إلى الكوليسترول ولتيلي دمنا باتخاذ إجراءات يجب أن تكون طبعا على الدوام، ولازم يكون حد يأخذ هذه الإجراءات من بعد في وقت من أوقات القطع أسد إلى الكوليسترول يرتفع. يعمل تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم إلى الحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وتغيير نظام الحياة. تغيير نظام الحياة أول الخطوات لتحقيق هذا الهدف. إذا لا نستسلم بنظام حياتنا أشيني تدرت ندمنا ونزمان لزمة تبدل ديوها الإنسان طبع نقطة التحولد إلى تغير من نظام الغذاء خاصة ونظام الحياة كلية في منزلك أيها الإنسان. استخدام الزيوت النباتية في الطهي باعتدال والامتناع عن الدهون الحيوانية مثل السمن والزبدة. بكريت واستخدم الخلع استخدمتها دونت فهي حالة خطيرة جدا أيها الناس، ولزم تستعمل بهذه الطريقة في مناسبات خطيرة مشكلة. مرة في مناسبة خطيرة مشكلة إما أن تكون نغتعد كعادة فهذا خطير جدا. كثير ما يقولون بأن الزيوت النباتية ليجلس نسبة من الكوليسترول، صحيح إذا استعملت بالطريقة الصحيحة. ما هي الطريقة الصحيحة؟ إلا التمود الدمودي القليل يجعل من هذه الزيوت النباتية بعد التشبع بعد ارتفاع درجة حرارة كبير جدا التدول نفسها نفس معناها الدهون الحيوانية. تبيض المقلاة تقليشها بزيت نباتي زيت شمسي بعد القلي بدرجة مرتفعة جدا سر السول القلاد لمدة معينة تسدد تغذيات الدم قاعد تملل عبارة عن كوليسترول ضار. إذن الاستعمال الجيد لهذه الزيوت يمكن أن يكون مانعا من موانع الإصابة بارتفاع معناها نسبة الكوليسترول في الدم. الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء مع مراعاة إزالة طبقة الشحم قبل الطهي. يعني هذه يمكن أن تستدون بعد أمودي، هذه يمكن أن تستدون قبل أمودي، لكن من الأحسن أن تنزع هذه الشحوم قبل الطهي. الاعتدال في تناول اللحوم ولزمان الشيسوم بصورة مفرطة ولو كانت معناها ذات فائدة كبيرة جدا. إزالة الطبقة الدهنية للدجاج قبل طهي أجل امتازة نسب عالية جدا من الكوليسترول أيها الناس. نحذر من هذا الجدن من هذه الاستعمالات. يفضل الطهي بالبخار أو بالشواء والابتعاد عن القلي قدر الإمكان، الاكتفاء بصفار بيضة في الأسبوع. نسبة الكوليسترول موجودة في صفار البيض نسبة عالية جدا أو رغم تزبلت ديس نسب عالية من الكوليسترول على خلاف البياض ديس نسب ولكن قليلة جدا. إذن يسمح لك أيها الإنسان إذا كنت تعمل خدمت أن تتناول بيضتين في الأسبوع، معناه أصفر بيضتين في الأسبوع ليس أكثر. تجنب السمنة والمحافظة على الوزن المثالي. هذه الصور كنت خزرم سواء الصور السابقة تينو أن الصور هذه عبارة كلها عن أطعمة تجعل من نسبة الكوليسترول ترتفع في الدم بصورة كبيرة جدا. الحرص على ممارسة الرياضة وخاصة المشي، الإكثار من تناول الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب القمح الشعير وفي الفواكه والخضروات. إذا ثقافة الرياضة غير موجودة في المجتمع يقصد دي صغاغ رمنا ينتقل إلى أي منطقة السنغال دينينا يزمد الشلاموتون نادي بي بسكلات نادي بي طنوبيل، هذه عادة ليست جيدة أيها الإخوان. يمكن نعود أنفسنا على المشي خزت قليل الصلاح يجو. هذا المشي بتولت في الوقت في الرياضة يمكن أن يكون سببا في إزالة كثير من هذه الترسبات الدهنية في جسمك أيها الإنسان. استبدال قدر الإمكان الحليب ومشتقاته الكاملة الكاملة الدسم بقليلة أو خالية الدسم. عدم استعمال مكعبات المرق الجاهزة جومبو موجودة في الأسواق لكنها بتحالي هي معناه مكونات عالية نسب الكوليسترول المكونة لها. العلاج طبعا تغيير نظام الحياة هي الخطوة الأولى مش ننتظر في الوقاية من إصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول. طبعا يجب اتباع الخطوات الآتية: التغذية السليمة، تخفيض الوزن، الرياضة، النشاط الحركي، وفي الأخير الأدوية. دعني حول إلى أتطرق إلى أغلب الأطعمة الغنية جدا بالكوليسترول وضعتها في منطقة حمراء، والأطعمة معناها القليلة في الكوليسترول وضعتها في خانة خضراء. السمك حاتي قاع نوع الحوز أغلبها ديسنة الكوليسترول. الدجاج بدون جلد، القطع الحمراء من اللحم، هذا فيما يخص اللحوم، الشحم، الأحشاء، المخ، اللحوم مجمدة إنه ديسنة نسب عالية جدا من الكوليسترول خاصة الأحشاء زبا يشور دسين
شورنت الكوليسترول أيها الناس. إذا تناولنا هذه الأطعمة يمكن أن نتناولها في مناسبات فهي مسموحة، لكن في كل الوقت كعادة فهي تجعل من هذه النسب مرتفعة. الحليب ومشتقاته هي الياورت الجبن، لا يمكن أن نتناول حليب كامل الدسم. بالنسبة للبيض نسمح بالبياض ولا نسمح بالصفار. بالنسبة للدهون، الدهون والزيوت باش ننطروا الزيوت النباتية لكن باستعمال عقلاني وبعدم استعمالها بطرق التي يمكن أن تتحول من زيوت مشبعة غير مشبعة إلى زيوت مشبعة، أتعد انتهى عن الدهون الحيوانية. الخبز والعجائن طبعا يمكن أن تكون هي معناها المنتجات المخبوزة بزيوت نباتية يمكن نستعملها، لكن الفطائر أنواع الكعك الكرواسون الشغل وقع نسب عالية جدا من الكوليسترول يمكن أن نتجنبها. الخضر والفواكه يمكن أن نكون معناها نشعل الضوء الأخضر بالنسبة للخضر والفواكه، يمكن أيها الإنسان ما تشاء، لكن شرطا أن لا تكون معناه ممزوجة بكميات من الدهن ما بكميات من السمن. احذر من المغلوقة وما شابهها. أتنصر بتى في مناسبات فهي مسموحة، بتى كعادة فهي غنية جدا من الكوليسترول أيها الإخوان. بتى توجد زقاتي لش المشكلة. شحوم اللحوم البيضاء والحمراء مش إنهم طروا، فهي غنية جدا بهذه النسب. ضوء أحمر أتنشو ربلش بتى الشتة استهلكتها، حاسب نفسك عندها شينا حاسب إيمانك وللزمة تتشد بكميات كبيرة جدا ما بصورة معتادة. ضوء أخضر، إذا الله سبحانه وتعالى يجو أطعمة مختلفة من خضر وفواكه ما تشتهي الأنفس كلها هي مسموحة لك أيها الإنسان بالكميات التي يمكن أن تكون. فالضوء الأخضر مشتعل ما يمكن أن تكون فهي غير مضرة لنا. ذات المصدر النباتي، الخضر بمختلف أنواعها والفواكه بمختلف أنواعها. تخفيض الوزن، التوازن الغذائي بتنغ التوازن الغذائي في الكم في النوع وفي التوقيت. في الكم إذا تشد يعني غت ماشي ننطرو ماشي ما يمكنه أن تحترق، معناه الشيء لا تستفيد منه ولا يدخر. النوع ولازم تركز على نوع واحد من الغذاء، أي سم مثلا صباح مساء أي سم، هذا شحالة مذرة جدا أيها الإنسان ولو كانت بكميات قليلة مع الوقت ستدل بكميات كبيرة جدا. التوقيت إذا تشد في الوقت أيها الإنسان. الاهتمام باختيار الغذاء والابتعاد عن الوجبات السريعة خاصة بالنسبة للموظفين نحن نخدم على الدوام متواصل، هنا ننصحه بأن لا يلجأ إلى هذه الوجبات السريعة في كل الوقت، يمكن من حين الآخر أن يكسر هذه العادة ويتناول أشياء أخرى خضر وفواكه يمكن أن تكون. تغيير بعض الأنماط السلوكية، المكوث لمدة طويلة أمام التلفاز أو الإنترنت مثلا، أقيمتش أيها الإنسان أمام التلفاز لمدة طويلة جدا، أقيمتش أمام جهاز كمبيوتر والإبحار في الإنترنت بصورة كبيرة جدا يمكن أن يكون سببا. طبعا يمكن أن نقيس على هذا أشياء كثيرة جدا. مكوثك أيها الإنسان أقيمتش بدون عمل، لأن نسمى القوس بالنسبة لنسائنا في المنازل ننصحهن لزمة قيمة يغلب بتا تفوق نخدم إلا تخدم تبدنا تخدم تجورنا، هذا أحسن. أقيمي يغلب يجعل من هذه المواد تترسب ومعناه يرتكز نسبتها بصورة كبيرة جدا في الدم. تعديل أوقات النوم، أن تصغرني النجم نراني لأنه هو مسموح. المراقبة الدورية للوزن مش النوم. كم من الناس عندهم ميزان في المنازل فتسول غمار ودانيت ومتفى لا تحد التوفيق هذا فريق النصن هنا يراقب نفسه من حين إلى آخر بمعناه ميزان الإخزر يرني مركز يمكن الإجراء الذي يمكن أن يتخذ لي الوقاية. الرياضة تعمل زيادة وزن الجسم على رفع مستوى الكوليسترول والعكس عند نقص الوزن، لذلك يجب القيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم. داني المداومة على التمارين الرياضية أمر مهم جدا. اختيار نوع النشاط والتمرين الذي يناسبك مثل المشي ركوب الدراجة أو الجيم. إذا ليس هناك رياضة نوع من الرياضة مشترط بالصح تستعمل الرياضة التي يمكن أن تكون لائقة بك. ما يمكن أن ننصح به هي ما هو المداومة على هذه الرياضة ولو كانت 10 دقائق في اليوم فهي مفيدة جدا. خطر يقول مدن أشيني كيف هذا الجسبور الغير الصواف غيري ليش
تنجم تجي للسبور إذا كانت إرادتك قوية، ربع ساعة 10 دقائق مشي في اليوم يمكن أن تكون عاملا في إنقاص 50% من إمكانية إصابتك بهذه الأمراض. أيها الإنسان، يجب تحديد مواعيد محددة لهذه التمارين. اجعل شكل نشاطك وتمارينك مسلي بالنسبة لك حتى لا تمل منه مع مرور الوقت. طبعا الأدوية في آخر المطاف، الأدوية يمكن أن نلجأ إليها طبعا في العلاج، فهي خارج عن نطاق الوقاية. يمكن إلا معنا نصل إلى أرقام عالية من الكوليسترول، أن نلجأ إلى الطبيب المختص أن يقدم لنا هذه الأدوية. رنا نوعان، رنا لفبرات، رنا لستاتين، قلنا أدوية إلا تستعمل لبونتين وغلب سنتميدن لبونتين، إلا يعمل على تخفيض نسب الكوليسترول الموجودة في الدم. الخلاصة، خلاصة القول أن تعاملنا مع ارتفاع الكوليسترول في الدم يكون على النحو التالي. أرنا محورين نتعامل فيهما مع ارتفاع هذه النسبة من الكوليسترول في الدم قبل الإصابة، يكون بالوقاية منه بالتزام الرياضة والحركة واتباع تغذية صحية سليمة وتفادي السمنة. أمر مهم جدا تقول تنى هو الصوم. رمضان على الأبواب، نغتنم الفرصة أيها الناس في أن يكون هذا الشهر مفيدا لنا صحيا طبعا، كما هو مفيد في معناه في التحصيل للأجر ونيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهو أدي عدد زميتش رمضان، رمضان يمكن أن يكون صيامك صيام النافلة. هذا الصوم لأن يغل مدن يتعودون على هذا الصوم، يجعل من معناه نسبهم الارتفاع في نسبة الكوليسترول أو في أي مرض في نسبة السكر ارتفاع ضغط الدم عاملا مهما جدا لترجع هذه النسب ثابتة في الدم. عند الإصابة يكون بتقبل المرض ومعالجته بانتظام. نصف العلاج في أي مرض أيها الناس، في السكري، في ارتفاع ضغط الدم، في ارتفاع نسبة السكر، في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، هو تقبل المرض. بنادم سعادي عاد يقبل المرض فقد خطأ خطوة كبيرة جدا. 50% هي العلاج. شغل مدن يصابون بمرض ولا استعرف أشي نياد، يمكن الرجيم هذي كفاد، يمكن وصص الدواء، يمكن تتجمو ألا عادو كانت بديغ الدواء زدغ وتولمو تبديغ هذي معناه يلسد في منس في متاهات معناه في الأخير لا تعود عليه إلا بالضرر. إذن قبولك وتقبلك أيها الإنسان لهذه الحالة الموجود فيها يعتبر نصف العلاج. ستقتنع بأنك مصاب، تبدأ خطوات العلاج شيئا فشيئا، في الأخير إن شاء الله لا تصل إلى بر الأمان. إذن أستسمحكم إن كنت قد أطلت، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقك، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا يا إلهنا بخواتم الصالحين والسعداء. اغفر اللهم لنا ولمن صلح من آبائنا وأزواجنا وذريتنا، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.